بدون محمد صلاح المنتخب شكله أفضل، المنتخب يتعادل مع منتخب غانا. يا سلام لو نلعب من غير فيتوريا كمان، هيكون الأداء أفضل وهيكون المنتخب في أحسن حال. ملخص مباراة منتخب مصر أمام غانا: منتخب مصر يتعادل مع منتخب غانا بعدما تقدم محمد قدوس نجم أستون فيلا الإنجليزي، عمر مرموش يتعادل للمنتخب الوطني، ويتقدم مرة أخرى محمد قدوس لمنتخب غانا ويتعادل مصطفى محمد. منتخب مصر بدون صلاح بيقدم كرة أفضل من وجود محمد صلاح. منتخب مصر بدون محمد صلاح تحرر. منتخب مصر لعب. منتخب مصر أدى كل ما عليه في المنتخب. شكرا تريزيجيه، شكرا عمر مرموش، شكرا إمام عاشور، شكرا على أدائكم، شكرا مصطفى محمد. لعيبة تستحق الإشادة، لعيبة تستحق الشكر. شكرا مصطفى فتحي على الشوية اللي لعبتهم، تألقت وأبدعت. هي دي لعيبة منتخب مصر. لما حست بغيرة، لما حست بروح منتخب مصر، شفنا لعيبة منتخب مصر في أفضل أداء وأحسن حال. منتخب مصر بدون محمد صلاح يصنع كل شيء، يصنع فرص ويهدف ويسجل ويضيع انفرادات ويضيع فرص كثيرة جدا، ولكن مع وجود محمد صلاح منتخبنا لم يؤدي أي شيء. لم نهدد مرمى غانا طوال الشوط الأول طوال تواجد محمد صلاح. كل التوفيق للمنتخب الوطني في المباراة القادمة أمام الرأس الأخضر. منتخب مصر يريد الفوز فقط على الرأس الأخضر من أجل الصعود. ننتظر المباراة القادمة.